السلام عليكم ومرحبا بكم في القناه ديالي ايسونس طوريون. اليوم غادي نقدم لكم لا غاليت دي روا او لا لو غاتو دي روا، اي حلوه الملوك اللي كنصايبوها يا اما بالعجين المورق او بعجين البريوش. في القناه ديالي غادي تلقاو وصفه بريوش الملوك الخاليه من الجلوتين. اذا لهاد الوصفه كنحتاجو جوج القطع ديال العجين المورق، كنحتاج غادي نصايبو كذلك كريم لا كريم داموند، يعني كريمه اللوز اللي كنصايبوها. كناخذوا نفس الكميه ديال اللوز مطحون، ديال الزبده وديال السكر، ناخذينا 200 غرام من الحاجه وكنزيدوا عليهم جوج بيضات. هنا غادي نبداو نصايبوا كريمه اللوز لا كريم داموند. غادي نخدموا الزبده اللينه مزيان وكنزيدوا ليها السكر وكنخدموهم حتى يكون الخليط متجانس على شكل كريم. ملي كنحصلوا على النتيجه اللي بغينا كنزيدوا اللوز مطحون وكنخلطوا مزيان. من بعد كنزيدوا البيض وحده بوحده. كريمه اللوز ديالنا ها هي ولدات. الا كنا غنستعملوها دغيا حتى نحطوها جانبا، الا كنا غنستعملوها من بعد نحتفظوا بها في الثلاجه. اذا كناخذ الجزء الاول ديال العجين المورق وكندهن الجوانب بالبيض، خاصني ما نقيش الجانب الخارجي ديال العجينه بالبيض. كنعمر وسط العجين بكريمة اللوز وكنغطي كل شيء بقطعة أخرى ديال العجين المورق اللي كيكون عندها نفس القياس ديال القطعة الأولى. كنضغطوا على الجوانب باش يلصقوا القطع ديال العجين وكنقلبوا الكاطو ديالنا. كندهنوا لا غاليت او الكاتو او الحلوه بالبيض وكنديروها في الثلاجه مده 30 دقيقه. من بعد نص ساعه كنعاودوا ندهنوها بالبيض، من طبيعه الحال ما نقيسوش الجانب الخارجي ديال العجينه. كنزينوا الحلوه بظهر سكين بلا ما نضغطوا بزاف. كنتقبوا العجينة باش البخار يقدر يخرج. كندخلوها للفران مسخن على درجة حرارة 170 درجة مدة 45 أو 60 دقيقة.
هاد الحلوة كتجي لذيذة ورائعة. شكرا على المشاهدة، كنتمنى هاد الوصفة تكون عجبتكم. إلا عندكم شي اقتراح أو تعليق ما تبخلوش به. ما تنسوش ديروا جيم لا فيديو واشتركوا في القناة ديالي إيسونس توريون باش يوصلكم جديد.